السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يقمحكم. عليكم خويا. وانا هنايا رانا خدت خطرات هنايا يا خويا، ما قدرناش على العهده الرابعه هذه. حنا ماهيش مستعرفين كاع بالريجيم هذا تاعهم هذايا. حنا ما دابينا جيبوا لنا رئيس، مازال ما شفناهش للدوك، مازال ما شفناهش يا خويا. كيما راهم يقولوها او قالوا حنا ما دابينا يخرج يقول لنا واش كاين، واش كاين في الجزائر في بلادنا. واش هذيك حنا رانا عايشين هنايا، رانا نخدموا على موالينا، وهذيك بلاد ما ينساوش. انا زايد في الجزائر خويا العزيز. الله يبارك. اه يمكن ولاد الجزائر باقي ندق بالي ظل الحر، جدودي واقي خدم الكيره، ربي يرحمهم ان شاء الله، الله يرحمهم. ترى حنا قاعد تغيدنا بلادنا خويا العزيز، حنا هذيك البلاد تغيدنا، حنا نسالوا فيها خويا العزيز، جراو عليها الدم. عندي خوالي مات والله يرحمهم، فاهم، عندي جدي ضرب كيره تما مردونا خو. دوك حنايا مادا بينا ولادنا يقاوموا في بلادنا هانيه. حنا ميم حنا رانا نخافوا جيراننا، نشوفوا الجار ما لحقش. خوتك مراد علاش ما كان والو؟ السهوله تاع الجزائر كاع ما كان والو، ما دارت السهوله الحكومه، ما دارت السهوله لولادها. تجيب من برا، كي تجيب من برا علاش تمد لهم دراهم؟ انسان لازم دير التاوي لولادك. الشعب الجزائري شكون هذا؟ العلم تاع بلادنا تاع الجزائر ما شاء الله. وحنا مازلنا رانا هنا، رانا نجيو ان شاء الله ولا كتب ربي كل سبت. كل السبت الجاي ان شاء الله حتى يتبدل الحكم هذا. حنا ما نطلقوش، انا خويا انا نريح هنايا حتى يتبدل كاع الدستور هذا ان شاء الله. كاين واحد الدستور، راني هنايا، راني امام ربي، وش امام ربي راني شاهد. ظلمتوا الناس وظلمتوني. بدا بيات بداو تروح يا سعيد، دي خوك وروح، دي جماعتك وروح خويا، بدا تمشي ما تشوفش كاع موراك هاكو خلاص. ديت واش كتب الله خوك بدا ديجا من قبل اللي كان بوندير، دوك غير طلق راسك، فهم، دي جماعتك وطلق راسك خو، فهم، بركات عليك خو. السلام عليكم. رانا هنا توجور حنا ماناش رايحين نفشلوا، باسكو ماشي حاجه اللي لازم نفشلوا عليها. عندنا ضمير، عندنا قلب، عندنا مالينا، عندنا خوتنا راهم في الجزائر، ورانا هنا على جالهم، ورانا هنا معاهم. حنا خرجنا من الجزائر، كاين اللي عنده 20 سنه، كاين اللي عنده 30 سنه، بصح والله العظيم غير ما كاش فينا اللي جاب قلبه معاه لهنا، قلبنا كاع راهم في الجزائر. وان شاء الله هذه تفاصيل مهزله، واش رايحين نقولوا؟ حنا مازلنا توجو نعاودوا في نفس الكلام، بصح باذن الله ان شاء الله تكون صحوه وطنيه عامه، ماشي باسكو هذا مشكل تاع الجزائريين كاع، ماشي غير حنا كشعب، وحنا شعب ضعيف يعني. رانا نخرجوا رانا نهضروا صح ما شاء الله، بصح لازم ان شاء الله لو سوتيان ولو سيبور من كيما الادارات تاع الدوله، كيما الجيش الوطني، ماشي كاع سراقين، راهمش كاع في الجيش، سيرتو الجيش هو لو سول يقدر يقول لا ويقدر ينوض، يعني نوض معاه الغاشي. حنا رانا تحتها ان شاء الله ليكونوا من فوق. ودوك ربي راه شاهد، كل واحد راه يشوف وطور عليه، ولا راه يشوف بلي هذا راه حق. والناس يعني في الجزائر راهم شبعانين، ماناش نقولوا شبعانين يعني تاكل وتفسد ولا، وماناش حابين بلادنا يعني، حابين نوضحوا حاجه، مساله واحده، راهم يخوفوا فينا بالك الجزائر تولي كيما تونس ولا تولي كيما مصر. حنا ما راناش هنا باش، انا راني هنا باش الجزائر تولي كيما الانجليز، الجزائر تولي كيما الالمان، الجزائر تولي متطوره، مانيش انا باش تولي بلادي مخربه. جوزنا حنا حرب تاع التسعينات هذه، جوزناها، انا كان عندي 20 سنه في هذاك الوقت، يعني كنت في وقت تاع كنت في الخدمه الوطنيه. اللي شفتوه ربي عالم، خليها ربي، اسمح له وما كاين والو، وان شاء الله يا ربي تسقم البلاد، وحنا نطالبين الخير ما نطالبين والو. نوقف مع خاوتي هنا خمس خطرات هذه، نجيو نوقفوا هنا على الضغمه هذه الحاكمه اللي في البلاد. احنا حبينا التغيير، يمدوا المشعل الشباب، اليوم يهضروا عليه الشباب، الشباب بصح ما كانش شباب اللي والو. هاد الناس شحال عندهم في الحكم؟ اكثر من التسعينات ورجع هنا 20 سنه في الحكم، وما كان والو. احنا رانا نحطوا في البلاد نشوفوا، احنا رانا من عاصمه نحطوا البلاد ونشوفوا، نقولوا في العاصمه ما كان والو، خلي الناس برا مساكن، الله يجعل الخير خويا صالح. واتمنى يعني انه الجاليه الجزائريه في لندن يعني تستجيب لنداء هذه الوقفه وتسجل حضورها، تسجل موقف، تسجل صوت. طبعا الناس اللي هم معارضين الجاليه اللي هي ضد هذه العهده الرابعه اللي هي فقط رمز، احنا مش ضد العهده الرابعه، احنا ضد النظام بحاله يعني. خلاص الجزائر يعني تعاني، يعني خلاص صارت انه فعلا الجزائر تعاني، وان الاول نرفع لها هذه المعاناه، لان هذا النظام
لا يريد، لا يريد هذا النظام، لا يريد أن يعني أن تتعافى الجزائر لكل كل كل ماذا أنه يعني نحس أنه خلاص اهترأ، والجزائر لم تعد آمنة في تحت حكم هذا النظام. يعني السابقة اللي عملوها أنه ترشح بالوكالة، يعني الشعب استغفلوا الشعب، وأنا أقول للناس اللي طلعوا بهذه الفكرة لقد أخذتكم العزة بالإثم. الشعب الجزائري ليس مغفل، أوكي؟ الشعب الجزائري فقط يحرص على أمن الوطن، لأنه لكن لما تتعدى لما توصل كرامته، لما توصل كرامته خلاص راح ينطق وراح يتحرك، لأنه لو دام فرعون لدمته. شكرا الجزائريين، السلام عليكم لكل الأحرار في البلاد العزيزة، البلاد الطاهرة. كما راكم تشوفوا هذا تجمع آخر للجزائريين هنا في لندن أمام القنصلية الجزائرية هنا. يعني المكان هو للتدليل فقط، دلالة على أنه رانا هنا قدام هذا، ما عندناش مشكلة احنا مع الناس اللي يشتغلوا هنا في القنصلية، لكن هو البناء رمزية النظام فقط. فاحنا رانا واقفين هنا حتى نقول مرة أخرى لا للعهد الرابعة، لا لهذه المنظومة، منظومة الفساد اللي دامت 54 سنة لحد الآن. هو وقت للإصلاح ووقت التغيير ووقت للمشعل ياخذوه فعلا الشباب اللي كان لقاد الثورة في الجزائر في أول نوفمبر. كاين شباب آخر الآن في الجزائر قادر أنه يحمل المشعل ويمشي بهذه البلاد ويرقيها وتصبح في مصاف الدول المتقدمة. احنا عايشين في بريطانيا، كم نتمنى أن تكون الجزائر مثل هذا البلد، ولا ينقصنا أي شيء، لا ينقصنا لا كفاءات، ولا ينقصنا لا المال، ولا ينقصنا لا البلد الجميل، ينقصنا فقط يعني السلطة الحكيمة والراشدة فقط. نحن هنا من أجل ذلك، لا للعهدة الرابعة. تحية الجزائر. السلام عليكم. احنا ما زال واقفين هنا، هذه خمس مرات احنا واقفين هنا قدام القنصلة وننادوا لا للعهدة الرابعة. ما زلنا على عهد باقون، نروح وما زالهم هما اللي في الجزائر يقولوا باللي يقدمونا رئيس يعني مفقود ولا مخلوع ولا ما نش عارف كيف يسموه، وإحنا يا ما رانيش قابلين هالشي هذا. والسلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم يا خرانا، هنا مرة الخامسة من 29 مارس يقولوا لا لعهد رابعة، إن شاء الله ربي يهديكم. بارك الله فيك. ويا السلام عليكم خوتنا، رانا لهنا بور لا سانكيام فوا، المرة الخامسة واقفين أمام القنصلية باش نقولوا بلي رانا ضد العهد الرابعة ورانا ضد منظومة الحكم في الكل في الجزائر. أون فو دو سون ناف، حبينا دم جديد في البلاد، حبينا شباب، حبينا حاجة جديدة في البلاد. رئيس بوتفليقة راهو مريض، ما تمناولوش الموت بصح ربي يشفيه إن شاء الله. بصح لازم يكون عنده شوية رجلة وشوية عمر، حنا الجزائريين معروفين بالرجلة، كل عنده شوية رجلة يجبد روحو. خلاص جوز واش جوز 15 سنة إزيلوف بركات، لا حبينا حاجة جديدة، حبينا يكون يبنيو لنا شوية مؤسسات في الجزائر، البرلمان يكون عنده دور، مجلس الأمة يكون عنده دور، الحكومة تكون عندها دور، البرلمان يحاسب الحكومة تحاسب الرئيس وهي رايحة. كي نلحقوا لهذا الشيء تم نبداو نحكيو على 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 دولة جزائرية شعبية ديمقراطية، فهمت؟ وربي يجيب الخير ان شاء الله. والسلام عليكم. رانا هنا باش رانا كيما نقولوا رانا متحدين مع الناس اللي راهم كونتر هذا النظام. وحنا واش نطلبوا حنا ان شاء الله؟ نطلبوا ان شاء الله التغيير، لا 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 اكثر ولا اقل، كيما حنا نطلبوا التغيير وبالسلم. ما تخربوا لنا البلاد، ما تحرقوا لنا الحوانت، ما هذا كاع راه ملككم وراه شيكم، باش تخربوا البلاد. وبالك وبالك اتونسيون اتونسيون، نقول لكم حاجه ثانيه، الى باش الفوت هذا يعاود يخرب البلاد، لا لا احنا لا لا، وهذه لا لا نقولها لكم منظر، ما 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 تمنوا والو ان شاء الله. هذوك الناس هذوك يتنحاو من هذا، يطلعوا من ويتنحاو هكذا، تنقي كيما نقولوا تنحي الطوماطيش الفاسده من الكاجو، كي تنحي الطوماطيش الفاسده من الكاجو تنحيها بالحبه
وتخلي صالحة. هذا ما كان حنا نحو طوماطيش الفاسدة، جينا هنايا باش نحو طوماطيش الفاسدة سيتو. أنا عندي هذيك طوماطيش فاسدة، هذا ما كان خو تاعي الجزائر، تاعي الجزائر. سعيد خويا، خويا السلام عليكم. حنا رانا هنايا وقفة سلمية باه نقولوا للنظام، هذا النظام الفاسد باللي هذا أضعف الإيمان، واش نقدروا نديروا؟ حنا ما راناش راضيين بك، وحنا ما ناش الناس يصفقوا حتى وتبقى في البوفوار، تبقى في الحكم، غير باه نقولوا لك، خاطش كيما كان يقول سلال الشعب يطالب، هو اللي طلب بوتفليقة باش يرشح نفسه. احنا نقولوا له انا شخصيا ما طلبت منك، ما راني راضي بك وما رضيتش بك من العهدة الاولى، خليك يا العهدة الرابعة. انا راني ضدك من اللي درتو كوديطا من 65، وانا ضدك الى يومنا هذا، وما نيش راضي بك، وهذا اضعف الايمان اللي نقدر نديره. انا ما نرفد سلاح ما والو، نقولك انا نكرهك، ما نحبكش بنتا بالنظام تاعك. والسلام عليكم. تحيه الجزائر. صحيح عليكم. هذه المره الخامسه راح نقول ضد العهد الرابعه. انا حبيت نوجه نداء للجاليه الجزائريه، حبيت نقول لهم باللي هذا النظام الفاسد هذا يخدم ليل ونهار 7 أيام في السمانة باش يسرق ويندب أموال تاع الجزائريين، أموال أولادكم غدا. أيفو با ترقدوا أنتوما تاني، لازم تجيبوا حقوقكم، التاريخ راه يحاسبكم، الوقت راه يحاسبكم. هذا النظام ما يرقدش، خدام ليل ونهار باش يسرق ويندب ويخليكم في الميزيرية. أرو لو كان أنتوما ما تدافعوش على حقوقكم، واحد ما يجيبكم حقكم. ان شاء الله يا ربي نفطنوا ونديروا اليد في اليد، ونقولوا لا للعهد الرابعه، لا للديراس، لا لهذا الحكم الفاسد هذا. السلام عليكم خوتنا. على كل حال انا هنايا جينا اليوم وان شاء الله نزيدوا نجوا الاسبوع الجاي. انا ضد يعني الترشح هذا تاع الرئيس، اللي هو على كل حال عامين ما هضرش بينا، باك نشوفوا يعني ولا كانوا قادرين هذو تاع الحكومه اللي هم في الحكم دوك يجيبونا انسان يعني اللي يثقوا فيه، يجيبوه لنا وصحيح ولاباس وعنده مستوى، يجيبوه لنا ان شاء الله ويرشحوا روحتيهم وان شاء الله ونشوفوا اسك، ويكونوا يعني ان شاء الله الناس اللي كما يقولوا لي يديروا يعني يخدموا البلاد. نعم يخدموا البلاد، يخدموا البلاد، وان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله الاسبوع الجاي نعاودوا نقولوا. وانا ضد ان شاء الله هذه العوده الرابعه. الله وبركات. اليوم رانا امام القنصليه الجزائريه، رانا عام اعتصام ووداعي اعتصام ان شاء الله ضد العقد الرابعه بتاع عبد العزيز بوتفليقه. وهذا اعتصام ان شاء الله سيستمر اذا كان باقيين هما هكذا في هذاك المكان. على كل حال نتمنوا ان شاء الله يعطوا الحكم للشباب، وشبابنا هما راهم صغار وراهم يكبروا وراهم طالعين المستقبل تاعهم وكل شيء ان شاء الله. ايوا ان شاء الله نحمدوهم، يهديهم الله تعالى وغيب السلم، ويسلمونا المقاعد للشباب الاخرين. كونوا في موعد ان شاء الله، والتحيه الجزائر، والتحيه الجزائر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. خويا صلاح على بالك، حنا هنايا كما موجودين كل ست ان شاء الله نتلاقوا محتجين مسالمين ضد العهد الرابعة. ما كرهنا من الفساد، كرهونا في البلاد، عندنا أولاد في الغربة، ماذا بينا؟ يحبوا بلادهم، يروحوا، عندهم حقوقهم، عندهم حريتهم، ويكبروا بحب البلاد للمستقبل إن شاء الله. أجيب ليش أنا؟ أخويا اللي خدم وعندو 80 سنة في البوفوار يروح يرتاح. بارك الله فيك على الشيء، بارك الله فيك على الشيء اللي خدمت، روح. خلي الشبيبة تخدم، خلي المستقبل تاع البلاد. البلدان كاع دي مينيستر 34 سنة 35 سنة 27 سنة تاع النمسا، 27 سنة في النمسا، كي تشوفوا تبوا تفرح. جيب لي واحد ما يقدرش يهضر حاكم لي الأركان بزاف، خلي الناس تخدم. على ماني نحوز لا عند بوست لا دراهم لا والو، حبيت نشوف بلادي هانية، بلادي نظيفة، بلادي كطواش وصل لعجلين الحال، ماشي ندخل في المطار في ديبريما نشوف تلفزيون تخدمي كريز. احنا مازلنا واقفين هنا ضد العهد الرابعه وضد اللعاب حميده والرشام حميده في قهوه حميده. رانا ضد، رفدوا قشتم وروحوا. والسلام عليكم وتحيه الجزائر.